السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا ونديروا نظرة حول المنتخب الوطني على العموم ولقاء السنغال على الخصوص. هذا كيما هكا قالت الناس نساو بلي الجزائر تلعب ونساو منا راهم غير رئيس اتحادية والي تصار يا ودي. شو هذيك الهضرة اللي تهدر لا تهدر فيها؟ يعني هذا الكلاب النابحة، هذا البيض اللي فقس مارج اللي ربا البيض اللي كانت محظنة عليه اللصوص وكانت محظنة عليه ديك زوجة قاسمة، هذا البيض اللي فقس يعني وين راهم؟ قلنا لكم تما، رانا قلنا لكم، قلنا لكم ها واش راهم يوجدوا هادو غادي كيحطوا شكون هو رئيس يخرجوا يخرج وعاد يقول لكم باللي المدرب اسمح في اموال كبار. مالاش المدرب يقعد يقعد خدام يا خدام نورمال، المدرب عنده عقد مع الجزائر ماشي مع مكلف بالاعلام ولا مع ايغيل ولا مكلف. روحوا هضروا معاه غادي يقول لكم انا خاطيني، تروحوا تهضروا معاه يقول لكم انا خاطيني، ها روحوا هضروا معاه يقول لكم انا خاطيني، اللي بيجي رئيس يجي واو لله. هو بروحو يطالب باش تكون حماية للمنتخب الوطني، شكون بيحمي المنتخب الوطني؟ شكون؟ دولة راهي دارت ناس، دولة راهي حطت ناس، صاي سي بون، راكم نتوما راكم ضد قرارات، راكم ضد قرارات رئاسية، هذه اللي نقولها لكم أنايا. حنا وين نعاودو نولو وين نتكلمو نظرة حول المنتخب الوطني الجزائري على العموم ولقاء السنغال على الخصوص. اولا وين نبدا بتشريح مشكل المنتخب الوطني والذي اعتبره نفسي يعني تكتيكي نفسيا، يعني اكد واجزم بان مباراه الكاميرون قسمت ظهر المنتخب والمشرف، خاصه وين الشرح الكبير الذي حدث في المنتخب منذ ذلك اللقاء. فاول ضحايا يعني سيرجع يعني سيراج رومانو والمحضر البدني، ولذا انسحب من المنتخب بسبب اختلاف وجهة النظر وحساسية وضبابية التي باتت تخيم على الجو العام داخل الفريق خاصة مع المشرف. تكتيكيا قلناها منذ لقاء بوركينا فاسو في مراكش وفي البليدة، والذي أظهر جليا بأن المنتخب الجزائري أصبح مكشوف، بل أصبح كتاب مفتوح، ناس ولاو دايرينا باللي حنايا ضد المنتخب. حتى هذا المدرب هذا اللي ما بغاش يسمع الناس اللي كانوا يقولوا له يا ودي لازم ضخ دماء جديده، كانوا يقولوا لا جمال خليها كيما هاك خليها يا ودي. مام شو ذا الوقت ذا الوقت يجوا اللعابه، يجوا اللعابه ذا الوقت هم جاو جا شايبي جا من جا شايدي ما يدير والو، هربت راحت هو كيما في راسو راه يخمم يعاود يرد لعابين تاع 2019، راه ردهم لكم لاو يردهم لاو يولي بلايلي تاع لعب شايبي ولا لعب بالرحمه، لاو يولي سليماني لعب انت يا قويري، لاو في غولي قديوره لعب انت لعب لعب هما لعبوهم لعبوهم ما تشوفوهمش هذ اللعابه. خاطر انا مدرب نقولها ونعاودها، حنا ما راه يسهل عليه يقعد 40 عام 50 عام وحده، راه يسهل عليه كان يقول لك انتوما ضد المدرب، ماشي ضد المدرب، ضد افكار المدرب. انايا المدرب فشل، انا الوحيد نقولها ونعاودها، دار غلطه ميكمل نورمالمون نهار الكاميرون قالوا على خير، ناس تاجرت بالاسم تاعو، ناس تاجرت بالاسم تاعو، هذه هي دار غلطة كبيرة نهار اللي قعد والناس تاجرت بالاسم تاعو، حتى هو ولا يقولهم الماتش تعاود، حتى هو ولا يقولهم الماتش تعاود. أنا تمنيتو كيما نهار اللي قالوا له على لي ماتش على لي ستاد، قالوا سقسوا المسؤولين أنت فالك، وقالوا لك على الماتش يتعاود، قلت لهم سقسوا رئيس اتحادية وسقسوا الفيفا، ماشي أنا خاطيني. ماشي في جهه تقول مسقسوا المسؤولين وفي جهه خرجت كذبت على الشعب الجزائري، انا نعتبرها كذبه، يعني هادو كاع كذابين، الجميع اللي قال الماتش يتعاود كذاب، الجميع اللي قال الماتش يتعاود كذاب، مشاو في البوجه
على واد اليابان كنت نقول لكم فلوكه ايتو غاساما وسونغ وايكابي غادي كاع الناس يركبوا فيها وتخترق غتهد. هذه هي. نعاود نولو تكتيكيا، قلتها منذ لقاء بوركينا فاسو في مراكش وفي البليده، والذي اظهر جليا بان المنتخب الجزائري اصبح مكشوف، بل اصبح كتاب مفتوح. لعب كرات طويله واختناس الكره الثانيه، فتح اللعب على الاطراف ثم توغل في العمق، ضغط يعني العالي وسحب الفريق للخصم المصيدة في الثلث الاول من الملعب، وغيرها من المناورات التي لم تجدي غيرها، من حتى بدخول لاعبين جدد. فالمشكله هنا تكتيكيا وليس فنيا، ولو فنيا نعاني من بعض النقائص على مستوى اللعب المسترجع رقم 6 واللعب رقم 8 الذي يبني اللعب. ومؤخرا برزت مشكلة قلب الهجوم، ونعود مجددا لغياب التكوين المحلي كأحد أبرز أسباب هبوط الحاد، لأن المنتخب لم يجد بدلاء في البطولة ولا في أوروبا. أيضا من عوامل نفسية التي دمرت المنتخب وحذرنا منها في وقتها هو حالة تهويل والمبالغة في المدح، حتى قلدوا وين أعطوا لهذا المدرب يعني رتبة وزير واللاعبين رتب أخرى، ممكن ولاد ووزراء منتدبين، يعني وين هذه تاع وزير العاطفة هي اللي هدت ليكيب ناسيونال. هذه هي. فعقلية لا تعي ضبط النفس والعقل، ولا تعرف كيف تعطي كل شيء وزنها وكيله يعني حقيقي دون إسراف ولا تبذير. فلماذا سقط المنتخب وإن أنزلوا 7 أراضي بعدما كان في 7 سماوات؟ لقاء السنغال، لا نريد لقاء السنغال لأنه يعطي أكبر من حجمه، ولا نريد الضغط على منتخبنا، يعني نورمال. فالأولوية هي بناء منتخب قوي نفسيا وتكتيكيا، وهذا يتطلب بعض الوقت، لأن الهدف هو الدخول تصفيات مونديال بكل قوة، وعلما أننا نلعب ضد منتخب في أوج عطائه وسيسعى للحفاظ على لقبه وتاجه الإفريقي، بينما نحن مقسومون من الكان الأخير في الدور الأول ولم نتأهل للمونديال، أي أن موازين قوية مختلفة، موازين قوة مختلفة. أخيرا نتمنى أن يستفيق مسؤولين يعني بأن كرة القدم تبنى من الأساس، وأن المنتخب الوطني هو عصر عمل يعني عصر عمل الذي يبدي من الفئات الشبانية. هذه هي. وين الناس لما يقول لك هو شوف المدرب دائما يكون شعباوي، هذا المدرب دائما شعباوي، علاه يعني هو يدير ضغوطات على مباراة عندها أهمية وعندها ما كان الأهمية اللي غادي يلعب مع السنغال. السنغال احنا عمرنا لا كنا نخسروا معاها، مالكم ندق دقي كنا نربحوا السنغال. انا اقول لكم السنغال هما التسعينات انتوما اين هنا السنغال، كنا من بون كاليفو نربحوها السنغال، كنا ندق دقي 2008 ما كانش عندنا لاعبين كيما هكا، يعني بالرجوله والعمل والخطه تاع سعدان ربحناهم 3-2، احنا نورمال عادي خويا، كنا خاسرين 1-0 وقلبنا عليهم البيستا 3-2. وما عاجبين انتوما بلي حاجه كبيره منا، قضيه تاع مدرب يعني راحت، هو راه يتبع فيها، راه حاسب بلي غادي يعاود يرد 2019. يا ودي راحت يا صاحبي، انا نقولها لك ودي راحت. هذه من التالي كاع، الله يحسن عونكم انتوما، ولفتوا الماكله ولفتوا، هذه هي هي، الله يحسن عونكم. هذو ناس هذو تاع راهم متوحشين العوده للجاهليه والعوده من تاع الجاهليه الشيطانه. الناس اللي يقولك السنغال وخسرت السنغال، يا ودي السنغال لعبت بالفريق الثانية.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.